فعشان طبعا بستحب في المكان وبصلي وبتاع، انما قفلت الضريح النهارده مش عارف الاسباب ايه. لا اول مره تيجي، اول مره عشان الشيعه يعني النهارده يوم عاشوره وكده. اول مره يجي. طب فين الشيعه؟ ما عندنا الشيعه ولا عندنا حاجه. انا ما شفتش ولا واحد شيعي، ما شفتهمش ولا شفت منهم واحد شيعي. اي واحد من الشيعه ما شفش منهم واحد. بإذن الله لا يخلق أنه حضرة سيدنا الحسين في قلوبنا، وصح حضرة سيدنا النبي مجدنا وعلمنا وقادتنا وهم حرسنا من الرحمن الرحيم ومحرصين